لماذا نظرية التطور لداروين تخالف الشرع؟ تعرف أن داروين رجل كافر، ونظريته مبناها على ما يقولون أن الإنسان أصله قرد، وهذا ضلال وباطل من القول، لأن الله قال في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأتم اعتدال. وقال: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأيضا فإن ربنا سبحانه وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. فإن جاء كافر يدعي أن الإنسان أصله قرد، وما شهد خلق الإنسان، إنما هي دعوة باطلة قالها داروين الكافر، فلا يتبع عليها، ولا ينبغي أن تدرس هذه القاذورات في مدارس المسلمين.